الله يجيرك يا أمي. تعي ريح، هاتي كباية مية ما عليك. إذا مناف الله لا يسامح يلي بده يفيقني منه، حتى لو بدي ضل نايمة ليوم القيامة. مناف بعيدة للشر يا أمي، يا ست الدنيا أنت يا منى. يا منى هذا أخوك يا أمي، هذا أخوك. يا حبيبي يا ريحتك يا ريحتك. خلصنا بقى، عايشين هم وغم وكأننا مالنا بفرحة. يلا شباب سمعونا الدبك. شو؟ تمام؟ كيف لكان؟ رح ننفض كل شيء ونطور هالمكانات ونزيد عليها مكانات حديثة تقدر تصنع وتضاعف الإنتاج. بس بدنا نغير خطوط السير. ولك علي يا معلم جبل إنه هذا المعمل رح يكون من أنجح المشاريع. يا سيدي إن شاء الله فرج. قد ما بتقدر تكبر وتوسع بهالشغل بيكون بصالح الخلق. نحن بنكبر فيك يا معلم جوهر. تسلم. كل شيء جاهز. تفضل. العفو، من بعدك. مبروك يا معلم جبل. مبروك لك، ان شاء الله بتشوف على وش الرزق. المصاري جاهزين يا معلم جبل، بتحب تعدون؟ شو هالحكي؟ ما بنعد وراكم، شيل يا ابني. مبروك، الله يوفقكم يا رب. مبروك. في مبروك يا مختار. مبروك. سلم المعمل لابن سعيد؟ كيف هيك صار؟ انا يا ام جبل مثلي مثلك ما بعرف شيء. بعدين المعلم جبل هيك شايف، وهيدا استثمار مش بايع. شوف يا ابو علي، نحن عشرة عمر وانا بعرفك منيح لما بتكون مخبي علي. لك حاسه اني انا صرت غريبه عن ابني؟ ما كان يرمش بدون ما يخبرني. لا جبل متغير. لا يا ستنا، انت الاساس، صدقيني لو عرف شيء كنت قلت لك. بعدين انا مع جبل مثل ما بتعرفي بنفذ بدون ما ناقش. والله سحر ليطلع جنانه علينا. والله
هذا طلع منك يا كلب واني ماني دريان، ولديس بساطنا شربين من ميتنا واكل من اكلاتنا، بتقوم بتروح من ورا ظهري بتحط ايدك بايد نمر يا صرمية. بات ابن العم تعال. انا اللي بعرف كيف برده قلبك. اعطيني بيدون ال 95 يا ابني. يلا يا علي. اثبت. نمر اللي رسم الكمين. وانت اللي لغمت الشاحنة ولا؟ لا 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 والله يعني ما دخلت. اسمعوا لك وربي، إذا ما بتبق يلي بصدرك لحتى خليك مصباح شرعي تضوي الجرود كلها. لا 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 يا شيخ معلم، والله لا أحكي كل شيء كل شيء كل شيء بعرفه. لما جبت لي الشحنة كنت عارف إنها ملغمة ولا. لحظة شو ناطرين؟ خلونا نولع بقى نتدفع عليه أحسن من هالقعدة. لا 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 دخيل اشرك قول معلي دخيل اشرك. والله والله قالي ما دخلني هيدا النمر هو اللي لخمه. بإيده؟ ايه والله بإيده. أصلا ما خلى حدا يقرب علي. والمعمل من انت واقف؟ من لما انضرب الحمل. وعصام وينه؟ عصام مين عصام؟ اللهم فرج. لا لا دخيل اجريك معلم دخيل اجريك معلم. والله طول بالك علي. الله بيرد عنك. ما بركز دوخان. والله ما بركز. عصام يا دبي ركز وتذكر نشوف. يلا عصام عصام عصام. تذكرت هيدا الاستاذ تبع الحبوب. وين؟ انا عندنر. عايش ولا ميت؟ عايش ولا ميت ولا؟ عايش والله. يعني اخر مره شفته كان لما مسكوا معه التليفون وعرفوا انه عم يتواصل معك. وقتها نامر هرس له ايده. بس والله عايش. وربي ما بس عصام اللي هونيك، واختار كمان وابو طلال الشايب. مزبوط؟ مزبوط كلها اللي قلت عنه هادي هونيك.